هي أن تنتصر أوكرانيا كدولة مستقلة سيادية في أوروبا. بالتالي أهم شيء هو الاستمرار بتوفير الأسلحة والذخائر والدعم العسكري لأوكرانيا، لأنه ما لم تنتصر أوكرانيا كدولة ديمقراطية في أوروبا لن نتمكن من التكلم عن الضمانات الأمنية أو أي انضمام إلى حلف الناتو. أما فيما يتعلق بقضية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، نحن نرسل إشارة واضحة وإيجابية للمسار أمامنا، وسيتم الإعلان عن هذا النص في غضون ساعات بعد بضع في نهاية النهار بعد أن يتفق جميع الحلفاء على هذا النص. وأنا واثق من أن الرسالة ستكون واضحة بشأن ضرورة تقريب أوكرانيا من حلف الناتو، وذلك تأكد أن الجنود قادرة على التشغيل المشترك من خلال أيضا إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا وإزالة كل العوائق لخطط العمل المشتركة. بالتالي ذلك سيقرب أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو، وهذا بدوره بإمكانه أن يكون مهما جدا بالنسبة لكييف، وسيظهر أيضا اتحاد حلف الناتو بالإضافة إلى الرسالة القوية التي نريد بعثها إلى أوكرانيا وبقية العالم. نعرف أن الوضع الأمني في المنطقة يصبح أسوأ، ونعرف أن القوات الروسية هي في محطة زابوريجيا، ونعرف أيضا أن فلاديمير بوتين كان يتكلم عن رؤوس الحربية الموضوعة في بيلاروسيا. ماذا سيحصل في حال وقعت حادثة نووية في محطة زابوريجيا، أو ما إذا تم إطلاق هذه الحرب النووية؟ كيف ستكون رد دول الحليفة في الناتو؟ أولا، الخطاب النووي التي تعتمده روسيا خطير ومتهور، ويجب أن تدرك روسيا أن حرب نووية لن ينتصر فيها، ويجب أن لا يحارب فيها أبدا. حلفاء الناتو يراقبون عن كثب ما تحاول فعله روسيا، ونحن ندين الإعلان بأن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، ونحن نراقب عن كثب ماذا يفعلون. حتى الآن لم نرى أي تغييرات في موقف نشر هذه الأسلحة النووية التي تتطلب ردا من جانبنا، ولكن نحن نبقى حذرين وسنضمن أننا سنحاول الدفاع عن كل سنتيمتر من كل أراضي دول الأعضاء في الناتو من أي عدو. أما فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا، فرسالتنا هي لروسيا أنهم عليهم سحب قواتهم من هناك، لأن السلوك الروسي حاليا في منطقة زابوريجيا يقوض أمن أكبر محطة نووية في أوروبا. ما هو تعليقكم على استنتاجات لضم أوكرانيا؟ هل ستضمون دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو؟ منذ بضعة أيام قال الرئيس الأوكراني أنه ما من هدف من المجيء إلى فيلنيوس، لأنه ما من ضمانات بإمكانها أن يقدمها الناتو لها. إذا ما هو شعوركم تجاه ذلك، وما إذا سيحضر فعلا فلاديمير زيلينسكي؟ الرئيس زيلينسكي سيشارك في هذه القمة، وأنا تطلع قدما للترحيب به خلال عشاء اليوم، بالإضافة إلى الاجتماع الافتتاحي لمجلس الناتو وأوكرانيا غدا. حلفاء الناتو سيرسلون رسالة إيجابية ومتحدة وإيجابية للمسار أو كيفية المضي قدما مع أوكرانيا، ولكن لا أعلق على مصطلحات هذا القرار لأن ذلك سينشر لاحقا حين يتم الاتفاق على كل المصطلحات الموجودة في هذا النص، مما سيحدث لاحقا خلال اليوم، ولكن ستكون رسالة إيجابية وقوية ومتحدة من جانب دول العضو في الناتو، وسيكون ذلك مسار للانضمام إلى الناتو، ولكن أيضا المهمة الأهم ألا وهي تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، لأنه ما لم نضمن أن تتمكن أوكرانيا من الانتصار في الحرب وأن تتمكن أوكرانيا أن تستمر كدولة مستقلة وسيادية، لن نتمكن من مناقشة أي حديث بشأن عضوية أوكرانيا. علينا أن نفهم المهلة الزمنية أمامنا وما هي المهن الأهم، ونعرف أن الأولوية ستولى اليوم لانتصار أوكرانيا، وبأن الرئيس بوتين لن ينتصر في هذه الحرب.